13 مليون طن من النفايات المنزلية تخلفها الجزائر، 50% عضوية يمكن تحويلها إلى طاقة وأسمدة طبيعية، 32% مواد تغليف، 13% مواد بلاستيكية. أرقام تعيد للواجهة الحديث عن القيمة الاقتصادية لرسكلة النفايات، فالاستثمار في المجال بات حتمية. تلقينا بالكيس النفايات فيه 30% اللي تقدر تكون مواد مسترجعة بما فيها البلاستيك، الألومنيوم، الكرتون. يعني إذا كان الكيس فيه 10 كيلوغرام نقدر نسترجع 3 كيلوغرام من نفايات. 7 كيلوغرام ما هي؟ 7 كيلوغرام هي مواد عضوية عموماً، مواد عضوية اللي نقدر حتى هي نسترجعها وتدخل كأسمدة من بعد، يعني سكون أبيلو كومبوستاج. يعني ما معنى ذلك؟ أنه كيس النفايات نقدر ما نرمي فيه حتى شيء، كل شيء ترجع يسترجع. فلذلك الآن وكأنه بدينا نسترجع في هذا التأخر اللي سفرنا منه. الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات في طبعته الثالثة يشكل فرصة لاستقطاب المستثمرين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذا النوع من الصناعات. باش ديري تفرزيها لازمك ماشينات تاع 25 مليار. 25 مليار شكون اللي لازم يوفرها؟ احنا نطالبوا الدولة باش توفرها. الدولة ما تقدرش توفر للناس الكل. انا مثلا شاب، اي شاب مثلا كانوا عندي طلبة في لا جيستيون دي ديشي، كان يحب يدير مشروع ما يقدرش يدير مشروع لانه المشاريع اللي راهو يشوف فيها كامل مشاريع ضخمة جدا. لكن المؤسسات الصغيرة تاع 50 مليون 100 مليون هذا شكون اللي يعاونها؟ يعاونها الفرز الانتقائي، يعني تعاونها الأسرة. إعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية أصبح اليوم نشاطاً مربحاً قد يدر للجزائر 38 مليار دينار سنوياً.